معنى آية أليس الله بكاف عبده؟ أوحى الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم الذي يعد بيانا للناس أجمعين. واشتمل القرآن الكريم على العديد من الآيات المؤثرة، ومن هذه الآيات قوله تعالى في سورة الزمر: أليس الله بكاف عبده؟ حيث تعتبر هذه الآية المباركة سبيلا لحياة كريمة مطمئنة للمسلم، ويكثر البحث عن معنى هذه الآية وتفسيرات العلماء الأجلاء لها. إن معنى آية أليس الله بكاف عبده، أي من ذا الذي يستطيع أن يخيف العبد، وبأي شيء يخيفه إذا كان الله مع هذا العبد، وقد اتخذ مقام العبودية وقام بحق هذا المقام. كما تطرح الآية سؤالا آخر، ألا وهو: من الذي يشكك في كفاية الله لعبده؟ وقد ثبت أن الله تعالى متصف بالقوة والقهر، ولذلك فإن خطاب الله لعباده أليس الله بكاف عبده بمثابة الاستفهام الذي يجعل العبد الذي يقر بنعم الله تعالى يثبت فيعيش مستقر الفؤاد هادئ البال، وبالتالي لا ينشغل إلا بأداء شكر الله تعالى. يتضمن هذا الاستفهام أيضا استنكارا على الجاحدين والمنكرين لنعم الله تعالى، لأن الإنسان إذا أنكر وجود الله تعالى ونعمه وكفايته تشتت حاله، وأصاب عقله الهياج، وطار فؤاد من فرط القلق، وذلك لأنه لن يجد بعد الله من يدبر الله أمره ويكفيه، فمن يترك الله الذي هو أقرب للعبد من حبل الوريد سيعيش ضالا.